سلامك ورحمة الله وبركاته. من الموقع اللي هتلاقي رابط أسفل الفيديو energyplus.net وزر، تقدر تحدد أي مكان وتحمل منه الملف اللي احنا هنشتغل عليه، يكون فيه معلومات خاصة بالمكان. في أكثر من 2100 لوكيشن، ومنهم مثلا 1240 في أمريكا و91 في كندا والباقي على مستوى العالم. فتقدر تختار مثلا مثلا أفريقيا، وبعد كده تختار مثلا الدولة اللي أنت عايزها، أني مدينة مثلا خلينا في الأقصر، يديك الملف تتحمله سواء دي دي واي أو اي بي دبليو ده الغالب، أو ستيت أو تو، حمام كلهم عندك، بحيث لو أنت شغال على أي برنامج برامج الأناليسيز زي مثلا انرجي بلس، زي الفزاري، زي لوكوتيك، تقدر تحمل الملف ده وتشتغل.